صرت ضايع بالسياسة زي ما ضايع بالغربة ضايع نفسي زي ما ضايع حقي مشتت مثل شعبي ميت قلبي الحياة خيال وما في شي منطقي كل يوم اسم وناس بتبلش تناقش كنا بالقاعدة وهلأ بداعش والشعب من القلي ورا المصلحة طاحش دول بتدفع ملايين للفتنة تبلش دايما البريء بيكون الضحية فقدان العدل بيحملوا بندقية والإعلام بتهم إرهابية الحياة خيال ومش منطقية أسلحة دموية وفي أسلحة خضرة أسلحة سلمية أخطر من الطلقة تغسل المخ وبتبرر مجزرة الإعلام رأي ممول المحطة عصر التسلية عصر الخدع وسائل التلهية المرأة سلعة دولة الكعبة بتمول بدع ولا تغفر خطاياها بتصلي ربعة We live in a world where nothing makes any sense leaving us confused and uncertain Those in power tell stories to help us make sense of the complexity of reality But those stories are increasingly unconvincing بحاول أبعد عن السياسة وأعمل حالي ما معي خبر بس من لون جلدي بيفكرون مبرمج لأنفجر الحياة تافهة مثل دونالد ترامب العالم مش أشعة ولكن الجهل ما إله رب السياسة صارت نكتي أبو العبد للرئاسة كروموزوم التخلف صار يجي من الوراثة أي مسلم بتصنف إرهابي وإذا كان أي إشي تاني بيكون مريض نفساني ستيريوتايبس موجودة قدامي نفس المخرج بتتغير الأسامي السياسة مثل خيالي فصرت أشغل بالعبد بل كنت تتركني بحالي نفس المخرج بتتغير الأسامي ما في شي منطقي منطقي عالم مش أشعة ضي حقي ما في شي منطقي منطقي ضحية